Well, you know, I always enjoy تعلم talking about دوما this استمتع concept بان اتحدث of عن almost هذا joining the United المفهوم States بان after هذه U.S. الاطراف defeat. ستخرج الولايات المتحده من Mr. المنطقه. Putin thought he was السيد going to بوتين defeat كان يعتقد Ukraine. بانه سيهزم يوكرانيا، And now the U.S. is والان backing out الولايات Ukraine. المتحده تساعد Mr. يوكرانيا، Putin is والسيد paying a بوتين very high يدفع price for his ثمنا mistake باهظا of لخطئه، thinking the United خطأ أن States was يفكر في أن weak and الولايات would not المتحدة help كانت ضعيفة ولن Ukraine. تتمكن من مساعدة يوكرانيا. Bin Laden thought he بن would لادن fall اعتقد Ukraine. بأنه U.S. سيفجر would leave the نيويورك Middle East. والولايات المتحدة، He بذلك died for ستغادر his الشرق mistake. His الأوسط، ولكنه reputation مات was على هذه الخطيئة destroyed for ومنظمة that mistake. نسفت تماما بهذه If the الخطيئة. Islamic Republic إذا of كانت Iran and الجمهورية Bashar الإسلامية Assad and الإيرانية وبشار Hassan Nasrallah الأسد could, وحسن نصر الله they would have يعتقدون some weaponry بأنه that's سيكون going لهم to أسلحة scare the ستتمكن من U.S. إثارة الذعر They لدى would الولايات make the same المتحدة، mistake فهم that يقعون Putin في made ذات الحفرة التي وقع فيها بن لادن وبوتين Baghdadi والبغدادي أبو كذلك موسى وأبو بالزرقاوي. موسى الزرقاوي أيضا. الولايات المتحدة The وقدرتها لهزيمة هذه الفئات هي قدرة لا نهائية.